كيف قرأت مسار جلسة يوم أمس من خلافات وانقسامات للسياسيين الموجودين والمشهدات الكلامية؟ يعني مؤسف جدا أنه مجلس النواب بهذا الشكل صراحة يعني مثل ما تعرفين حضرتك مجلس النواب عنده تعليمات يعني لائحة داخلية نظام داخلي وأيضا هناك فقرات دستورية يفترض كان يتمسك ب. التعليمات الموجوده عنده يعني وايضا بالفقرات الدستوريه، لكن يوم امس ما رايناه هو هرج ومرج داخل مجلس النواب، وهذا حقيقه ولد نوع من انه عدم وجود ثقه بين الاعضاء، يعني الديمقراطيه يوم امس لم يكن لها وجود. اين هي الديمقراطيه عندما يتم التصويت وبالتالي ترفع الجلسه ومن ثم يجلس النواب في الكافتيريا والنائب الأول لا يأتي إلى الجلسة وكان اليوم أمس فقط الذي يتحمل هو الجمهور الذي يشاهد وبنفس الوقت جرس البرلمان الذي أخذ ينطرق لأكثر من عشرات المرات دون دخول البرلمان أنا أعتقد يوم أمس لم يحترموا إرادة الشعب ولم يحترموا مكانتهم كنواب مع جل احترامي وتقديري لل بعض الاخوه من النواب الجيدين لكن معظم الذين حاولوا اليوم امس بهذا الاسلوب عرقله الجلسه وضع بعض العراقيل طيب ما صار لكم انتم شهر تتشاورون في سبيل اختيار شخصيه ممكن ان تختاروا شخصيه وهذه الشخصيه تكون غير جدليه وبالتالي تمضي الانتخابات ويتم انتخاب رئيس مجلس نواب اما ان تاتي في يوم الجلسه وتريد ان تشرع قوانين وتسلب صلاحيات رئيس البرلمان من خلال التصويت طيب شنو رئيس البرلمان خراعة خضرة إذا تريد بدون صلاحيات تخليه طيب لماذا العودة إلى هيئة الرئاسة ما هذا يفترض أن يعني يتمقى باليومين ويوضع م. بالجدول ويتم الاتفاق عليه مسبقا لكن للأسف الشديد ما رأينا يوم أمس حقيقة مخيب للآمال وترك رسالة واضحة بأن هذا المجلس مع جل احترامي وتقديري لجيدين حقيقه لا يستطيع ان يشرع قوانين تخدم الشعب ولديه اكثر من 140 قانون الان موجوده على الرف لم يستطيع تشريعها وانما يشرع فقط المصالح وجزء كبير من النواب اليوم اصبحوا يعملون المعاملات يفترون بالوزارات والوظائف التي تاتي يتقاسموها وهذا صار شغل النائب للاسف ما, ما عاد وشفنا يوم امس الاتهامات المتبادله وهذا من يدعي الرشوه وهذا من يدعي طيب دكتور الجبوري يعني انت ذكرت بهم ان يتبعوا نعم الطريق الديمقراطي نعم. نعم